ازيكم يا رجالة، عاملين ايه دلوقتي؟ وانت بتلفل سلاح في وور زون 2 او مودرن 2 عشان تفتح سكوب معين، ممكن ما تلاقيش القطعة دي تبع للسلاح اللي انت بتلفل فيه، ويضيع تعبك على الفاضي ويطلع سكوب مجال الرؤية بتاعه مش اللي انت كنت عامل حسابك عليه. انا جبت لكم مجموعة صور من السكوبز وهي معمول عليها ايم عشان تشوف مجال الرؤية بتاعه، لو عجبك تروح تلفل من اجله وتجيبه وتوفر تعبك. طبعا كل صورة عليها اسم السكوب، اسيبكم مع الصور.
ما تنساش تعمل لايك عشان ده بيساهم في انتشار الفيديو، وتشترك في القناة عشان تشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات تانية، وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة ان شاء الله. سلام.